بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. مرحبا بكم الالتحاق بقناتي قناة أم عبد الرحمن. الفيديو راح يكون فيه جدول للمراجعة أثناء العطلة الشتوية خاص بالتلاميذ السنة الرابعة متوسط. الأستاذ خلوهم يريحوا، طبعا حتى التلميذ الممتاز يحتاج أنه يراجع في هذه العطلة. شهادة التعليم المتوسط تعتمد اعتماد كلي على دروس الفصل الأول. أولا أنها طويل، وفي معظم الدروس فيه في الفصل الاول، تكون في الفصل الاول، وكاين بعض الاساتذه يحاولوا يكملوا البرنامج في الفصل الثاني. يعني الفصل الاول راه يكون فيه 3 على 4 من دروس السنه كامله. بالاضافه الى شيء اخر، كاين تلاميذ راهم يديروا في كور مدخلين، هما تم يديروا في كور الاباء تاعهم، مستافدين من دعم خاص بالفصل الثاني. يعني المراجعه في هذه العطله ضروريه لهذا التلاميذ، وما راحش تستهلك طاقتهم، على خاطر ديجا راهم كانوا يحفظوا الفصل الاختبارات. جات هذه المراجعه راه ورا الاختبارات، يعني التلميذ راه على الاقل عنده رصيد كافي، ما راحش يبدا من الاول. كثرت الهدرة، نبدو على بركة الله. عدي هنا الأيام الأسبوع من الأحد حتى الخميس الخميس الثاني، حتى الخميس الثاني. نخلو الجمعة والسبت الأخيرين اللي حيا لهم نخلوهم للراحة. إذا عندي فترة الصباح من صلاة الصبح، صلوا الصبح ويقعد نايف حتى الوين، حتى الوين، حتى يعيا، حتى يتعب. والفترة الثانية بعد العصر، يعني هنايا من الفطور حتى للعصر يرتاح، يفتح شد تليفونه ولا ميكروه ولا يخرج ولا يرقد ولا دبره، صح، سواء كانت بنت ولا ابن. نبدو على بركة الله يوم الأحد. هنا الفترة الصباحية تكون المخ يكون عاد جديد، الخلايا تاع المخ تكون متجددة، يكون الإنسان عندها كلها طاقة وحيوية باش يحفظ. ركزت بها كل على مواد الحفظ، نديرو تربية إسلامية. طبعا الأستاذة أنا حفظ من أول درس، الفصل الأول كامل نحفظها، راني ديجا كنت حافظ. واللي ما حفظش وكان متراخي في الاختبارات يبدا من اول درس، ما يهمكش احفظ. بعد العصر نحلوا مواضيع اللغه العربيه. استاذه منين نجيبها؟ شوف عندك الميكرو وعندك جوجل، ديري جوجل مواضيع اللغه العربيه. بقيتي تشوف الفصل الاول، ديري الفصل الاول مواضيع اختبار الفصل الاول، مواضيع اختبار الفصل الاول لغه عربيه. راح يخرجوا لك المواقع، موقع الدراسة ولا موقع اخر، يجيب المواضيع اللي معاهم الحل، باش في حالة ما عرفش يحل يلجأ للحل يشوفه. والله يتبع أستاذ في اليوتيوب، يشوف السوجي اللي يحل فيه الأستاذ على اليوتيوب، يروح يخرجه ويحاول هو، ومن بعد يمشي يشوف شرح الأستاذ. نتمنى أني وضحت الفكرة، دوك نعاود نشرحها مع الرياضيات. يوم الاثنين ثاني يبكر على التاريخ، التاريخ يحفظ التاريخ، يدير ليدات التواريخ يديرهم في كل ناش خاص بهم باش ما ينساهمش، والدروس يحفظهم عن ظهر قلب، يبدا يحفظ حتى يتعب. كي يتعب يتوقف، حتى من بعد العصر عاد يواصل. باش يوصل في حل مواضيع الرياضيات، هذه مادة تحفظة وهذه مادة تحفظ. نفس الطريقة كاين أساتذة تاع يوتيوب ياسرين، يشوف كاش أستاذ راه يحل في كاش موضوع، يدور عليه في جوجل حل مواضيع اختبار الفصل الأول ويخرج. بقي يحضر لشهادة تعليم متوسط، ممكن يخرج مواضيع شهادة تعليم متوسط رياضيات، ويجيب موضوع، بصح الموضوع تاع شهادة تعليم متوسط غالبا يكون في ثاني الفصل الثاني، هنا يصال لها يتبلوكا ما يعرفش يحل. ماذا بك دير مواضيع الفصل الأول، مواضيع رياضيات الفصل الأول، مواضيع اختبار الفصل الأول في مادة الرياضيات، ويخرج الموضوع اللي معاه الحل تاعه، يبدأ يحل روحه يحاول. في حالة ما فشل يستنشد بالحل، ما طاقش كاع يحل يشوف أساتذة تاع اليوتيوب يحلوا معاه. اللي راكي دايرة ثاني ليكور، دايرة التلميذ داير ليكور، يسول الأستاذ اللي هم دايرين له ليكور، يقرا عندكم رقم الهاتف تاعه، اتصل به الأستاذ كذيك كي ندير ليها. طبعا بالنسبه للدروس الخصوصيه كاين اساتذه يديروا في مدارس خاصه، كاين مدارس خاصه لمساعده التلاميذ، وكاين والو، كاين وحدين فقط هما متخرجين من الجامعات بصح مش متوظفين، يديروا دروس خصوصيه ومتمكنين في الماده. هذو تلقاهم الغالبيه الساحقه في المجتمع ديالي، اللي يكون عندكم رقم الهاتف تاعهم، منها تعاون ولدك يكون زوج ولا ثلاثه يقروا عندها فقط وتكون متفرغه ليه هو فقط، ومنها كي تحتاجيها تتصلي بها،
تتصلي بها سواء استاذه ولا استاذ. روحوا نهار الثلاثاء تربيه مدنيه، نصبحوا على التربيه المدنيه ثاني نحفظوها، ومن بعد العصر نديروا حلول مواضيع في العلوم الطبيعيه بنفس الطريقه. كذلك الاربعاء نديروا ماده الجغرافيا، ومن بعد نديروا حل المواضيع في اللغه الفرنسيه. طبعا اللغه الفرنسيه تجي صعيبه بالنسبه لكافه التلاميذ، نعاود نركز على اساتذه اليوتيوب اللي يشرحوا وبارك الله فيهم. كذلك يوم الخميس واش ندير؟ ندير انجاز وضعيه ادماجيه في اللغه العربيه، انجاز وضعيه ادماجيه في اللغه العربيه، كل المقاطع اللي قريتهم عاودي لهم مواضيع، عاودي لهم وضعيه ادماجيه، حرر نفسك وضعيه ادماجيه للمقاطع اللي درستهم في الفصل الاول. ومن بعد نديروا حل مواضيع في اللغه الانجليزيه. دائما في اللغات دائما نحتاج الاستاذ يساعدنا، دائما نحتاج الاستاذ يساعدنا. غالبيه التلاميذ يديروا لي كل ولا الاساتذه تاع الفيسبوك، العفو الاساتذه تاع اليوتيوب. وكذلك هنا كي نخرج موضوع من جوجل نخرج الموضوع بالحل تاعها. العفو. عندي هنايا يوم الجمعه صباح الراحه، صباح الراحه، انسان يدوش ويريح راحه، ومن بعد العصر يجبد ماده الفيزياء ويرجع مراجعه لماده الفيزياء. هنايا عندي يوم السبت حل مواضيع التربيه الاسلاميه، نحلوا مواضيع صحيح حفظناها هنايا في بدايه الاسبوع، هنا نحلوا المواضيع التوعه، مواضيع الاختبار باش تكون على يقين بلي راك تمكنت من الماده وراك حافظ، وراك حافظ واش تمد لك. هنايا بعد العصر اعاده حفظ ماده التاريخ، هنا فقط تسترجع راك حفظتها نهار الاثنين، تسترجع والحفظ هنا يتم طيله السنه باش ما تنساش. نروح اليوم الاحد كذلك نصبحوا على حل مواضيع في التربيه المدنيه، رانا ديجا حليناها حفظناها، ومن بعد العصر نعاودوا نحفظوا ماده الجغرافيا. يوم الاثنين حل مواضيع الرياضيات، وفي الليل من بعد العصر انجاز وضعيات في الفرنسيه نفس الطريقه تاع اللغه العربيه. كل الوضعيات اللي درتها في المقطع الاول عاود حلها في عاودي لها حلها وعاودي رشحها في بعد العصر. يوم الثلاثاء حل مواضيع في مادة التاريخ والجغرافيا، ومن بعد العصر وضعية الإنجليزية نعاود نراجع وضعية مادة الإنجليزية. الأربعاء نحل مواضيع في اللغة العربية، ويوم الخميس نضع في الليل بعد العصر ندير وضع ملخصات لمادة الفيزياء. هذه الملخصات نديرها ضروري، ندير ملخص في مادة الفيزياء يوم الخميس الصباح، نكون موجد المواضيع نحلهم الصباح نهار الخميس، وفي الليل ندير وضع ملخص للعلوم الطبيعيه نستغله من بعد. الجمعه والسبت راحه حتى الفصل الثاني، ونعاودوا نداوموا المراجعه اليوميه. طبعا يبقى هنا دور الام هو دور اساسي، تنوضي ولدك وتنظمي له ادواته، تدبري لي سوجي، تروحي لجوجل، تروحي للسيبر، هذا هذه امانه وهذا واجبك لك توقفي مع الابن تاعك، بالاضافه الى المكملات الغذائيه، بالاضافه الى توجدي له الدوش تاعه، توجدي له ماكلته زينه، القرايه تسل المخ وتسل القلب، يليق الام توقف مع الابن تاعها. تمنيتي لكم بالتوفيق، والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله تعالى.